أهلا بكم مشاهدينا في هذا العرض المبسط والذي نشرح فيه عن مجرات كوننا الممتد. مجرة درب التبانة هي موطننا الكوني، ولكنها بعيدة كل البعد عن أن تكون المجرة الوحيدة في الكون. لكي نحصل على فهم أفضل لتكوين وتطور الكون، يحاول الفلكيون الإجابة على سؤال بسيط ولكنه مضلل: كم عدد المجرات في الكون؟ في الليالي المظلمة يمكن رؤية مجرة درب التبانة كشريط مضيء عبر سماء الليل، ولفترة طويلة اعتقد أن الكون بأكمله يتكون من مجرتنا وحدها، لكن هذا تغير فقط في عام 1924 عندما اكتشف إدوين هابل نجوما متغيرة في عدة سديمات دوامية. استخدم هابل هذه النجوم لحساب المسافات إلى تلك السديمات، وأثبتت ملاحظاته أن تلك النجوم بعيدة جدا لتكون جزءا من مجرتنا درب التبانة، بل كانت تنتمي إلى مجرات أخرى بعيدة جدا خارج درب التبانة. ومنذ ذلك الحين حاول الفلكيون معرفة عدد المجرات في الكون القابلة للمشاهدة. تمكن العلماء من تقدير موثوق لأول مرة بعد مشاهدة حقل هابل العميق في عام 1995، وكانت هذه المشاهدة نظرة عميقة حقيقية إلى الكون، وكشفت عن مئات المجرات التي لم يتم رؤيتها من قبل، وتبعتها مشاهدات عميقة إضافية باستخدام هابل وأدوات أخرى، حيث تم اكتشاف مجرات أكثر ضعفاً وأكثر بعداً. استنتج الفلكيون من هذه المشاهدات أن الكون يحتوي على ما مجموعه 120 مليار مجرة، وهذه المجرات هي فقط المجرات الموجودة ضمن الكون القابل للمشاهدة، والذي يشمل جميع الكائنات التي يمكن مشاهدتها بمبدأ التلسكوبات مثل هابل، أي تلك التي استغرق ضوءها وقتا للوصول إلينا منذ بداية الكون. وبعد هذا الحد المعروف باسم الأفق الكوني يستمر الكون. وما إلى أي مدى يمتد الكون؟ لا يزال سؤالا بدون إجابة. الفلكيون قاموا الآن بتحليل جديد للبيانات المنشورة من هابل والتلسكوبات الأخرى، وقد استنتجوا أن التقدير السابق لعدد المجرات في الكون القابل للمشاهدة يعتبر أقل بمقدار 10 مرات على الأقل، ويعتقدون أن حوالي 90% من المجرات في الكون هي في الواقع ضعيفة جدا وبعيدة جدا ليتم مشاهدتها بواسطة جيل التلسكوبات الحالي. يمكن للفلكيين فقط استنتاج وجودها استنادا إلى النماذج والحسابات. لقد سمحت البيانات المجمعة حديثا للفلكيين بالنظر إلى الوراء لأكثر من 13 مليار سنة إلى أيام الكون المبكرة. وكشفت هذه النظرة الخلفية عن كون مبكر كانت كثافة المجرات فيه أعلى بمقدار 10 مرات من الحالي. كانت المجرات صغيرة وضعيفة نسبياً بكتل مماثلة لتلك الموجودة في المجرات القمرية المحيطة بمجرة درب التبانة. تعتبر هذه النتائج دليلا قويا على أن المجرات تطورت ونشأت عبر تاريخ الكون مع تقليل عددها الإجمالي بشكل كبير مع الوقت. وبوجود 90% من المجرات في كوننا لم يتم مشاهدتها بعد،
لا يزال هنالك الكثير مما يتبقى لاستكشافه واكتشافه بواسطة هابل وتلسكوب جيمس ويب الفضائي القادم. مرة أخرى، لقد فاجأتنا الطبيعة بما هو أبعد من تخيلاتنا الأكثر جنونا. نرجو أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم بهذا الشرح المبسط عن مجرات كوننا. انتظرونا في الجزء القادم الذي سنخوض فيه في كواكب مجرتنا درب التبانة. إن أعجبكم المحتوى نرجو الاشتراك وتفعيل زر الجرس. دمتم في أمان الله.